السلام عليكم، معكم دكتور برادار سوني محمد، اخصائي في جراحه تقويم وتجميل الوجه. اليوم غنهضر على واحد التقنيه اللي هي لا ميزوثيرابي. الوغ شنو هي لا ميزوثيرابي؟ لا ميزوثيرابي واحد التقنيه ديال الحقن اللي كيمكن لها تدخلنا المواد تحت من الجلده. دونك على حساب داك المواد اللي بغينا حنا ندخلو تحت من الجلده، غادي يمكننا نتخيطو بزاف ديال المسائل بالنسبه للجلده ديال الوجه. مثلا بالنسبه للغيد، يعني والترهون ديال الجلده، داك الساعات غادي ندخلو دي برودوي بحال لاسيد هيالورونيك، بحال دي فيتامين، اللي الا كنا استعملنا هي لي كريم ما غاديش يعطونا نفس المفعول. بالنسبه للطاش، يعني الناس اللي عندهم الكحوله، لي طاش بيغمونتير ولا الماسك دو غروسيس، داك الساعات غادي ندخلو عاوتاني دي برودوي ضد هاد الكحوله، دي برودوي ايبر دي بيغمونتون. مثلا غادي يمكننا نستعملو هاد لا ميزوثيرابي حتى هي باش نتخيطيو لي سيكاتريس، باش نحسنو من النتيجه ديال لي سيكاتريس، باش نتخيطيو حتى داك لي سيكاتريس ديال حب الشباب، لي سيكاتريس داك اللي عند الناس اللي عندهم لي بور ديلاتي تقابي في الوجه. داك الساعات غادي ندخلو عاوتاني مواد اللي غادي يمكنهم يتخيطيو لنا هاد المشكل هذا. غادي يمكننا نقدو نستعملو هاد لا ميزوثيرابي حتى بالنسبه مثلا للتساقط ديال الشعر. التساقط ديال الشعر غادي نبغيو ندخلو دي فيتامين، بغيو ندخلو البلازما، دونك البي ار بي اللي كنا هضرنا عليه في واحد الحلقه سابقه. هذا غادي يمكننا حتى هو باش غادي يدخلنا داك لي برودوي تحت من الجلده ويعطينا واحد النتيجه احسن لو كنا درنا هي رشاشات او كنا درنا هي دي فيتامين تندهنهم من الفوق. تيمكننا نستعملو هاد لا ميزوثيرابي حتى بالنسبه للي سيرن، داك الزروقه اللي كتكون من تحت العين. داك الساعات يعني فهمنا بان لا ميزوثيرابي هي تقنيه اللي غتوصلنا لي برودوي، وحنا اللي غادي نختارو لي برودوي. بحال دابا بالنسبه للسيرن غنديرو ان برودوي، غنقدرو ندخلو البي ار بي، غنقدرو ندخلو دي برودوي دي بيغمونتون، يعني اللي كيحيدو داك اللون ديال لي بيغمون. وهاد لا ميزوثيرابي كدار بطريقة واحد لو بان، يعني واحد بحال ستيلو نقولو، اللي فيه واحد الريوس صغيورين، واللي كيمكننا نختارو لا بروفوندور، يعني الغرق ديال الجلدة اللي بغينا نوصلو ليها باش نوصلو للخلايا اللي حنا بغينا نقيسوها باش نعشوها او باش نقصو من لاكتيفيتي ديالها الا كانت الكحولة ولا هادي، على حساب حنا شنو بغينا نديرو بالنسبة للمواد. والغرق غادي يمكننا نختاروه يا 0.5 مليمتر، يا 1 مليمتر، يا 1.5 مليمتر، يا 2، يا 2.5. يعني مثلا في الشعر غادي نستعملو 1.5، بالنسبة للجلدة الوجة نستعملو 1، بالنسبة للجهة ديال لي بوبيا نستعملو 0.5. طريقة سهلة، أنا غنوريكم قدامي ما كدرش، فوالا. دونك غادي نحطو البرودوي، وبهاد التشويكات الصغيورين اللي ما كيضروش، تيمكننا ندخلو لو برودوي في قلب الجلدة، ويكون عندنا مفعول اللي غادي يعطينا داك النتيجة اللي كنتسناوها. التقنيات يمكن نستعملوها عند كل عند الناس كاملين، حتى الناس اللي عندهم السكر، يعني الاسئله تيجيو الناس اللي عندهم السكر، اللي عندهم القلب، ما كاين حتى شي مشكل. يمكن نستعملوا التقنيه لان التقنيه تتخدم هي في الجلده، يعني ماشي شي حاجه اللي غتدوز في الدم، وماشي شي حاجه اللي غتاثر على الذات. الحاجه الوحيده اللي ما نستعملوش ملي تكون داك الجلده اصلا فيها اون انفيكسيون، ولا الناس اللي عندهم ليغباس داك الوقيته اون تريت لانفيكسيون، عاد باش كنديروا لا ميزوثيرابي. يعني التقنيه كتخدم على الجلده، ما عندهاش مشكل بالنسبه للناس اللي عندهم القلب او السكر او مرض اخر في الذات. او النتيجه بيان سور تتبان على حسب الانديكاسيون، على حسب الاستعمال اللي درناه وعلاش درنا لا ميزوثيرابي، مي في الغالب بعد الحصه الثانيه تيبداو يبانو المزايا ديال هاد لا تكنيك، وتيتشبب الجلده الا درنا بالنسبه للغيد، كيبدا ينقص التساقط ديال الشعر الا درنا بالنسبه لتساقط الشعر، تبدا تحيد اللون الكحوله الا درنا بالنسبه للكحوله. اون جينيرال كما قلنا دونك تيكونوا جلسات، والنتيجه كتبان في الغالب ما بين من بعد الحصه الثانيه وابتداء من الحصه الثالثه. نتمنى تكونوا توصلتوا بجميع المعلومات اللي عندها علاقه بلا ميزوثيرابي، وما تردوش يطرحوا الاسئله ديالكم سواء على لي ريزو سوسيو، يعني المواقع الاجتماعيه، ولا على المكتب الافتراضي في ايكون سي بوك، وانا بيان سور غادي نتردد باش نجاوب لكم على الاسئله ديالكم ان شاء الله. شكرا على التتبع والى اللقاء. السلام عليكم.